شوي شوي كله ماشي.
مبروك مركز ثاني برالي الاردن بعد منافسه شرسه كثير مع ناصر. خبرنا كيف بعد الرالي، كيف شعورك، كيف راضي عن النتيجه او لا؟ ماكسيموم راضي عن النتيجه، كنت متوقع يكون الفرق كثير اكبر، بقى الحمد لله بهذا. بالنسبه لي هذا الفوز لفريق موتورتيون بعقد شغل الشباب الماكسيموم، كان كل شيء مزبوط. انا بالنسبه لي بلشت الرالي شوي ما كنت على البيس، هذا اللي خسرنا الرالي. اذا كان نقول كنا اول ثلاث مراحل بطيئين قدروا يحطوا علينا فرق نص دقيقه، بقى كل الوقت ضلينا اهم شيء انه رجعنا بعدين ناخذ مراحل، وعم نتنافس كل الوقت نحن وناصر. بقى شيء كثير حلو، الكومبيتيشن رائعه يعني. اكيد مبروك لناصر، مبروك ليزيد، عم بشغل كثير كبير وكثير حلو. طيب قد ايه اثروا عليك فتحة الصندوق باول نهار والبنالتي العشر ثواني بثاني نهار؟ يعني مش هين القصة، بتعرف لتكون عم بتنافس شخص مثل ناصر بطل عالم ويزيد عم يلعب بطولة العالم صار له كذا سنة، يعني عندهم صار عندهم كثير مايلج وشغلين كثير واكسبيرينس رائعة. بقى بده يكون عندك كل شيء بيرفكت، أقل شغلة أقل يعني أقل تأخير محل بكلفك كثير غالي. بقى بعقد مركز ثاني استحقيناه بجدارة ودنا نفسنا وربحنا مراحل. بقى برجع بقول لك كثير مبسوط ومبروك كثير لفريقي. حنشوفك بجولتين لادمين، يلا ستيب باي ستيب ان شاء الله. البطل وجيب غالي بالمركز الثاني على متن فورد فيستا اس لاحو مواطنه جوزيف مطر. الف مبروك على المركز الثاني، جمهور غزاف كثير كبير. Congratulations, Lebanese superstar. Feghali, alongside his compatriot co-driver Joseph Matar, second place at the Jordan. مبروك لقطر السعودية ولبنان.